يكون التليفون خربان. ايه كان عطى انه خربان. وبركي طالعت لها شي مشوار. اكبر مشوار بتروحه ستك نص ساعه، وانكترت كترت ساعه. الي من الصبح لهلا عم بتصل فيها، يعني قريب السبع ساعات. طيب بركي اجى على بالها تغير عادتها. ولو كان، كانت على القليله بتخبرني. جميل يا جميل. شو في؟ امي يا جميل، امي. صار لها شي؟ ما بعرف. خوفتيني يا فتوى. بابا ماما عم تتصل بتيتا بس تيتا ما عم ترد. هلا هي اللي صار؟ اكيد في شيء. جميل خدني لعندها. انا خايفه اروح لحالي. طولي بالك يا روحي ما بصير هيك. والله شو شايفه بنومك امبارح؟ ما عم بتذكر. يا ريتني اتذكر. بس احساسي عم يقول لي انه في شيء. طب فوتي البسي لنروح خلصينا. خايفه. طب روحي حالي؟ لا بروح معك. خذوني معكم بابا. بالله شو رايك يروح معنا الاستاذ شكيب وسيد سامي كمان؟ لوين بابا؟ لعند تيتا. امك ولا امها؟ امك بابا. تفضلوا كل واحد على دروسه اذا بتريدوا. وانت ليش واقفه؟ بابا انا خلصت وظايفي. ايه تفضلي راجعي. ستي يا ستي. يلا جميل. يلا تفضلي. يلا. طيب
يمكن. طلعي. هذا هو؟ يلا افتحي له. طولي بالك يا فدوى. فدوى هي امي كلها. ما بعرف ماما. ماما ماما شوفي شو صار. ليش هيك يا بدوى؟ بسيطة ماما، ما صار شيء. شلون بسيطة؟ بسيطة ماما، بس رجلي هيك مفكشت شوي. أنا ما عم بحكي عن رجلي، أنا عم بحكي عن الوردات اللي عفستيهم برجلك. مو حرام عليكي؟ أنا آسفة ماما. بعد شو؟ فدوى كانت خايفة عليك يا متعمو. وليش لحتى تخاف علي؟ من الصبح كانت عم تحكي معك وأنت ما كنتي تردي. أنا حرة، ما بدي رد على التليفون. حدا قاله عندي شيء؟ لا بس يعني هي من حقها تقلق عليكي. بس هالشي ما بيبرر لها التصرف ابدا. بصراحه مرت عمي، وقت اللي دخلنا وشفنا الكميه الهائله هي من الزهور، يعني بيني وبينك انا شخصيا فكرتك انتحرتي على طريقه مريم مورو. وليش لحد انتحر؟ يعني بجوز الدنيا مو عاجبتك، بجوز انا مو عاجبك. انت؟ يعني اللي عنده صور مثلي بجوز يفكر بالموضوع، ما هيك مرت عمي؟ خلينا نمشي جميل. الظاهر نحن ضيوف مو مرغوب فينا. يمكن اذا بدك اريح لي. لا يا مرت عمي، معقول؟ كل هالشيء مستعجلة لحتى ترتاحي مني؟ لا مو منك. من هالزمن الغدار. شبكي ماما؟ ماما، نحن زعلناكي شيء؟ أنا ولا جميل ولا الأولاد؟ وأخيرا شرف. بعد 45 سنة رجع. وأنا افتكرته ميت. مرحبا مرحبا، هذا للست. شكرا. عفوا. كنت نص ساعة ببعث لي بقى. بس أنا لا بدي أسمع صوته ولا أشوفه ولا أقبل منه أي شيء أبدا. لكن ليش زعلتي على الوردات اللي وقعت عليهم فدوى وكانت رح تروح رجلها؟ أنا زعلت لأنه بدي رد له إياهم مثل ما هن. يعطيك العافية. الله يعافيك أخي. دخيل عينك، ممكن نعرف مين عم يبعث الورد على هذا العنوان لو سمحت؟ شغلة غريبة مو؟ شو يعني عرفته؟ أبدا، في ولد جاب لنا ظرف بقلبه رسالة ومبلغ، رسالة مكتوبة بالآلة الكاتبة، تفضل اقرأها. رجاء إرسال باقات من الورد بهذا المبلغ قبل نصف ساعة باقة إلى العنوان التالي، شارع النجمة جادة 5 بناء الزهور. أمي عم تبعت ورد لحالها؟ بابا ممكن أعرف ليش ماما معتصمة بغرفتها؟ هذا سر عائلي بابا. سر؟ إيه سر. إذا كنت بحاجة للمساعدة بابا فأنا بالخدمة. شكرا جزيلا أستاذ شكيب. واجبنا أستاذ جميل. طيب يا بابا، ممكن نعرف قديش بده يطول هالاعتصام؟ لحتى جوع.
مرحبا تيتي. سعيدة ومبسوطة وعايشة وأنا مطمئنة، بس الأمور ما بقيت مثل ما هي. الظاهر لازم الواحد يتذكر لحتى يحزن. تيتا تيتا، أنت شو عم تتذكري؟ كان صياد ماهر، كان حلو طويل وعريض وخيال، كان كل يوم يمرق من حد بيتنا يستناني على الحصان، وكنت اطلع من البيت ويوصلني على المدرسه ويحرسني، واذا حدا غلط وطلع علي يا ويله، كانوا كل رفقاتي يحسدوني عليه. على جده ما؟ ما في غيره، بدريه النقاقه ام العين الضراقه، اذا طلعت بالعين الزرقاء بتقص قص. طرقته لجده؟ راح على الامازون لحتى يثبت لابي انه يقدر يجيب لي لبن العصفور، قام ابي طلب منه يجيب له لبن التمساح وراح. جده؟ داري التمساح ببيض وغير هيك بياكل زلم، قام اكله وانا فكرته مهد، داري عايش. جده؟ توفيق. توفيق؟ مرحبا بابا. أهلين بابا. شو ماما وينك؟ ماما بغرفتها صار لها ساعة. يا حرام يا ماما. خلص بابا بكره بتروح، شو هالشغلة يعني؟ بالعكس، ماما لسه قدامها أيام عصيبة أكثر من هلا. أوف، وليش بقى؟ بابا أنا عرفت ليش ماما كانت زعلانة. عرفتي؟ يا ريتني ما عرفت. بس بابا خلي الموضوع بيناتنا، ها؟ ما حلو نحرج ماما. بس يا بابا بده يجي يوم الناس كلها رح تعرف. بابا اذا كنا جديين وتكتمنا مزبوط ما حدا رح يعرف شيء. معناتها ما في طريقه غير الحجر. الحجر؟ طبعا، لانه الخرفان ما حدا بيقدر يتكتم عنه، هو لحاله بيكشف حاله. الخرفان؟ ريم مو لهالدرجة. يا بابا ما عاد في داعي تخبي عني الحقيقه، انا عرفت كل شيء. تيتا يا حرام بلشت تضيع. هيا بابا حالة كآبة. انت لو بتسمع شو كانت عم تحكي كنت رح تصدق كلامي. يا خسارة يا مرت عمي، كان عقلها بيوزن بلد. سمعتيني؟ حبيبتي تيتا حضري حالك، أنا جاي أخذك اليوم، هيك بدي إياكي تغيري جو كم يوم، فهمتي علي؟ تيتا أنا ما رح خلي حتى الدبان الأزرق يعرف لك طريق. نعم؟ قصدي التمساح الأخضر. قصدك توفيق؟ أيوه بذاته. عجبني الاسم، لو ما كان التمسح مثل التمساح اللي راح يجيب لبنه ما كان استنى 45 سنة لحتى اتصل. معك حق تيتي. تيتي حبيبتي أنا جهزت الغرفة وضبت البرسيس لحتى ألعب أنا وياكي.
كان شاطر كتير بالبرزيس. مين تيتي؟ توفيق ما غيره. قصدك التمساح؟ صح التمساح. خلي هالاسم سر بيني وبينك حتى شو ما حكينا ما حدا يفهم علينا شي. فكرة. أهلين مرت عمي. أهلا وسهلا. شو هاد شو هاد شو رح حلو. إيه والله مبين أصغر من بنتك. لا صهري مو لهالدرجة. أهلين ماما. أهلين تيتي. هل تيتي بدها تزور عنا كم يوم؟ شو بك كريم؟ شو في؟ ما في شيء. لا واضح. خلص شكيب إن شاء الله تركني بحالي. قلت لك ما في شيء. يعني معقول شوف أختي الحبابة الظريفة عم تشر دموع وتركها لحالها؟ خلص شكيب إن شاء الله. عن جد ريم ليش عم تبكي؟ ما بتقول لحدا. بير. تيتي خلص. شو خلص؟ راحت وما عاد ترجع. يعني بدها تسافر؟ ما هي سافرت ومشي الحال. ريم انت شو قصتي؟ مو هلا دخلتي انت وياها ومو ايش انتايتها؟ مبلا. لكن شو عم تخرفي؟ شكيب شكيب تيتي مبلشة تتخيل شغلات غريبة. كيف يعني؟ يعني تيتي عايشة بعالم غير عالمنا وزمان غير هذا الزمان. بركي ركبت بقالة الزمان. انت هون؟ ايه. ما بتقول لحدا؟ ببير. ماما بكره رح اخذ لك موعد مع الدكتور. دكتور؟ ليش بني؟ اشتكيت من شيء؟ لا ماما يعني بس هيك شايفتك كانك نحفانه شوي. انا عم بعمل ريجيم. مشان هيك صاير وشك اصفر. لازم نروح على الدكتور. اصفر؟ الله يسامحك. هي صار احمر. ماما ما بصير هيك. فدوى انت شو قصتك؟ لا ماما بس مشان ما تنزعي بشرتك. لا تكوني غيراني مني. فدوى شو بكي؟ تركيها راحتها؟ شو هي بنتك؟ لا اختها. إيه لما كنا نمشي بالشارع انا وهي كان يفتكرونا اخوات. ولهلا مرت عمي لهلا. ما عم بقدر ما عم بقدر استوعب يا جميل. ماما يصير فيها هيك رح اجن رح استر. طب يا روحي الحياة هيك شو بنقدر نعمل يعني؟ صعب علي كتير يا جميل صعب علي. ماما اوف 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 اوف. وليش هيك داخلين مثل التلاميذ اللي عاملين زم؟ بابا نحن جايين نقولكم انه نحن زعلانين ومقدرين هذا الظرف الصعب ومستعدين لأي مساعدة وآسفين لما حدث وسيحدث لتيتي. شكرا لتعاونكم يا بابا. انتوا عن شو عم تحكوا؟ ماما ما في داعي للإحراج ومثل ما هي أمك هي ستنا والدم ما بيصير مي. شي حلو والله. ماما لا تكابري أنا مقهورة أكثر منك لأني بعرف صعوبة إنه الواحد يضيع سته بس أنت ما رح تشعري بالشعور لأنه ستك ماتت من زمان. لا أنتوا زودتوها كثير. اطلعوا من خلقتي قبل ما ارتكب فيكم جريمة. اطلعوا يا ماما. الجريمة الحقيقية هي تجاهل ما يحدث والمطلوب التصرف بحكمة. ما شاء الله ما شاء الله. أنا مخلفة حكماء يا جميل. ونعم الخلف يا فدوى. هذا الثمر من هذا الشجر. ماما ماما اعترفي انه تيتا بلشت تضيع. شي حلو والله. ومو بقيان الا تقولي عنها خرفت كمان. اذا كانت هي الكلمه هي مصطلح طبي فانا ما عندي اي اشكال. لحظه لحظه بس بابا. اولا كلمه خرفانه التمحوة من ذهنكم نهائيا لانه كلمه متخلفه وغير مهذبه. اللي عم تعاني منه ستكم هو نقص ترويه بالشرايين المتجهه نحو الدماغ. نقص التروية في الشرايين المتجهة نحو الدماغ. بابا مو طويل الجملة.
وإذا بسمع حدا منكم عم يحكي غير هيك ما يلوم إلا حاله. يلا انكشحوا يلا. طولي بالك يا روحي. ألو. ألو مرحبا. يا أهلين. ممكن أحكي مع الست أم فدوى؟ مين بيريد عيني؟ قولي لها توفيق. شو بكي ريم؟ تمسحت توفيق على التليفون. أهلا وسهلا، بس ممكن تعرفني على حالك أكثر لو سمحت؟ أيوه. كيف عرفت مكاني؟ لحقني لهون. قلت لك ما بدي اشوفك ولا اسمع صوتك. اذا اتصل تاني مره انا ماني هون. مين هذا ماما؟ التمساح توفيق عريس الغايب. عن جد؟ عن جد تيتي؟ حماتي الف مبروك يا حماتي، الف مبروك ماما. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. يا روحي يا قلبي يا احلى قلبي هالدنيا. طيب طب تيتي بدك يا رب. لحظة ليش بني؟ مش بدي طيب؟ المشكلة هنا كتار تيتي، نقص تروية في الشرايين. سامي بابا فوت على غرفتك وكمل وظيفتك. يلا شوف، المهم حماتي هلا انت بألف خير. وليش لحتى ما اكون بخير؟ ماما جميل بيقصد يعني لما رحنا لعندك على البيت كان مزاجك حزين وخفنا انه تكوني مريضة. أنا فعلا كنت حزينة بس هلا لا. المهم هلا أنت سعيدة. ولا سعيدة. لكن شو تيتي؟ أنا هلا ناقمة. يا للهول. ملاكي. شكيب عيب بابا، ما في شيء بضحك. خلص شكيب خليه يضحك، فعلا شيء بضحك. اضحك حبيبي اضحك. ليش عم تضحكوا؟ مساء الخير. مساء الخير، تفضل. مساء الخير، أنا التوفيق. يا اهلا وسهلا. اهلين استاذ توفيق، تفضل تفضل شرف. يا اهلا وسهلا. بدكم تعذروني، لغتي العربي صارت تقيلة شوي، صار لي 45 سنة ما حكيت عربي. بعتقد عفاف حكت لكم عني. اي نعم. وشو قالت؟ قالت لنا تيتي انه اكلك التمساح. ريم بنتك عم تحكي صح،
أنا فعلا التمساح كان راح يأكلني، بس اكتفى برجلي. على كل حال المغامر لازم يتحمل نتائج مغامرته. عفاف، ليش متخبي عندك؟ مالك متشوق تسمعي قصتي؟ أكيد أبو فدوى ما خبرك إياها. وأبي شو دخله؟ أنت كان ممكن تكوني بنتي. أنا أبي اسمه دندش، وإلي شرف إني أكون بنته. برافو، عرفتي تربي يا عفاف. خلينا أسمع القصة. سامي، فوت على غرفتك. لا، أترك سيلفر يحكي قصة جزيرة الكنز من غير ما أسمع؟ لا والله. جزيرة الكنز؟ الكنز ضاع يا ابني، التمساح بلعه وبلع رجلي. كيف بلعه؟ اسأل ستك. صحيح تيتي، كل شيء قصص حكيتي لنا اياها الا هي. سامي، اترك ستك بحالها. وانت يا سيد توفيق، ممكن نعرف شو هي طلباتك باختصار؟ فدوى، الاستاذ توفيق ضيف عنا. ايه استاذ توفيق، وبعد الحادث المؤسف شو عملت؟ بعت رساله لعفاف، خبرتها باللي صار معي، انتظرت منها جواب ما كان يوصل. قلت بجوز الرساله ما وصلتها، بعت رسالة تانية، تالتة ورابعة. ما وصلني شيء، ما وصلني شيء. بعرف، أو بالأحرى بعدين عرفت. صديق عمري وكاتم أسراري اللي كنت أبعت عن طريقه رسائل ما كان يوصلها. صديق عمرك؟ والد زوجتك خبى عن الحقيقة وقال لها أني مت. أنا ما بسمح لك تتهم أبي بهالطريقة الرخيصة هاي. هالقصة بتاخد العقل. بس ما لها حقيقية، قصة من أوهام شخص مريض كل همه الانتقام لأنه الحقد عم قلبه. أمي معها حق، شو بيعرفنا أنك عم تحكي الحقيقة؟ وليش عم تحكيها هلأ بعد 45 سنة؟ بالوقت اللي جدك فهم ستك أني أنا مت، كمان فهمني أنه هي راحت لأمريكا هي وأهلها وتجوزت هنيك. فهمت من هالشي انه هي ما بدها ترتبط بانسان برجل وحده. لا، انت زودت كثير فدوى. مالك شايفه كيف قاعد عم يجرح بذكرى ابي ونحن قاعدين عم نسمع له؟ فدوى، توفيق عم بيحكي الحقيقه. اخيرا التقينا يا عفاف. ياه، من زمان ما سمعت هالاسم، كنت رح انساه. 45 سنة بعدوا بيناتنا، جوز وأولاد وأحفاد. لا صدقتي يا عفاف، ليش ما كان قلبك دليلك؟ نصيب. حصلوا، زلت علي لما خبرك اني مت. الله بيعلم. وهلا انت مبسوطه لاني طلعت عايش؟ ما بعرف. شلون ما بتعرفي؟ لكن ليش هيك لابسه مثل الصبايا ومزينه مثل العرايس؟ ما بعرف. لا بتعرفي، انت فرحانه لي لاني هلا هون. انت بجوز بتحبيني اكثر من الاول، بس خجلانه تحكي. انا انت شو؟ احكي يا عفاف. انا ما بقدر. لا بتقدري، صار لازم تقدري. العمر عم يركض فينا والزمن غدرنا، مشان هيك نحن لازم نصطاده قبل ما يصطادنا. الصيد هو اللي وصلنا لهون، لو ما كنت صياد كانت الظروف غير هيك. ولأني صياد أنا لازم غير الظروف. الصياد يا عفاف ما بيعرف اليأس، بيضل يلف ويدور حوالين طريقته لحتى يحصل عليها. كتر خيرك، هلأ صرت طريدي بعينك. معلش سامحيني، انت فعلا طريقتي وانا رح اضل وراكي لحتى احصل عليكي.
تحصل علي من أولادي وأحفادي؟ أنا الزمن وقف عندي موات، ما تركتك ورحت على مزور، كأنك ما تجوزتي ولا جبتي أولاد ولا صار عندك أحفاد. أنت غير أنا، أنت حر بس أنا لا. استني، لا تكملي، لا تسكري الأبواب، طلعي على الشمس، شمي هوا نظيف. أنا راح أثبت لك إن كل هذا كلام سخيف، الشغلة مو مستاهلة. ليش ما تضايق روحي؟ هاي طمنتي على أمك والحمد لله طلعي ما فيها شيء، وهي طلعت قصة العريس حقيقية، يعني شو بدك أحسن من هيك؟ أنا مجروحة يا جميل، مجروحة. معقول يكون بابا بهالشكل ونحن ما نعرفانين؟ بابا الظريف الطيب الحنون، معقول يعمل هيك؟ فدوى، كل إنسان بيحمل بداخله ضعفه مثل ما بيحمل قوته، والضعف من خطيئة. أبوك كان يحب أمك لدرجة أنه كذب عليها لحتى تصير له، يعني هو كان ضعيف تجاهها، بس هذا الشيء ما بيعني أبداً أنه هو كان شرير. والدليل أنه تارك لكم ذكرى حلوة كتير وعشتوا حياتكم كلها معه بمحبة وهدوء. أنا كنت أحبه كتير. بعدين أنا، أنا قديش قوي؟ أنا بجوز إذا انحطيت بموقف بيشبه موقفه بجوز أعمل أكثر منه. ما بتتذكري لما كنتي مخطوبة؟ ما بتتذكري شو عملت بخطيبك؟ كنت رح أرتكب جريمة. بس في فرق، أنت بتعرف إني أنا بكرهه والظروف اللي خلتني أقبل فيه، بس بابا يا روحي أبوكي هو أبوكي، واللي صار صار وما بيطلع بإيدنا نغير شيء. يا ريتني ما عرفت. بس أنا منيح اللي عرفت، لأنه لو كانت أمك متجوزة هذا الصياد ما كنت التقيت فيكي أبدا. بيجي ناس بيتفرجوا، أهل البلد كلهم بيطلعوا بيشاركوا بالاحتفال، بعدين بصيروا يلبسوا ملابس فلكلور بيرقصوا بيغنوا. يلا يا جماعة الغدا جاهز. يلا تفضل. أهلا وسهلا، شرفت. الله يسلمك. تسلم عمو. ناديني جدو. خليني على كلمة عمو أحسن. أي مفارقة؟ أحسن شيء ناديني توفي. توفي؟ أي توفي يا بيه؟ كم محل دائم بالعالم؟ خمسة. لازم يكونوا 2000 أو 3. ليش؟ في غير أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأوكيانوسيا؟ عمو كم حيوان صايد بحياته؟ كتير. غزلان على حمير ووحش على قرود على التماسيح. طيب وما كنت تشفق عليهم؟ لا صياد وشفق بيشتموا. ما بيشتموا. ما هيك عمو؟ كلامك مزبوط. طيب عمو يعني شلون كنت تقدر تقتلهم؟ والله حرام. هلا انت شو هوايتك مثلا؟ ما في شيء معين. انا عندي هواية كرة القدم. عظيم. هلا انت لما بتشوط الطابة
وأملك تدخل هدف. بتشفع الطابق قد ما قويت الضربة؟ طبعا لا. والسيد نفس الشيء. يا لطيف يا لطيف، شو قلبك نعنوع؟ عمو خدنا معك شي رحلة صيد. إذا بتوافق ستك ما في مانع. بهالمناسبة أستاذ جميل، ممكن أطلب منك إيد حماتك؟ والله هذا الأمر رعاية لمرت عمي. أعطيني 24 ساعة أفكر. 24 ساعة؟ مو كتير؟ ما بيطلعوا شيء قدام 45 سنة. كيف تجرأ؟ ما خجل على حاله قدام الأولاد؟ وأمي، أمي كيف سكتت له؟ خلاص دندش ما عاد إله وجود؟ ولا يمكن يفكر حالها إنه عم تنتقم منه بعد هالعمر؟ فدوى شو قصتك أنت؟ شي بتسيء ذنبي أبوكي؟ شي بتسيء ذنبي أمك؟ شو صاير لك؟ ما بعرف. أنا مشوشة يا جميل، مشوشة. مالي عرفان الصح من الغلط. ديش صار لي ما اجيت لهم؟ كأنه اندهر. بالنسبة لي كأنه مبارحة. هالصورة هاي عايشة بذاكرتي، عايشة معي وعايش معها. تذكر يا عفاف لما كنت أحرسك وانت رايحة على المدرسة وانت راجعة، كنت خاف حدا يزعجك من أولاد الحارة. كنت خاف الهوى ينسم عليك. بتذكر. بس ليش رحت يا توفيق؟ ليش رحت؟ المهم اني رجعت لك. رجعت لك يا عفو. بعد ما ضاع العمر. طالما في نفس طالع نازل وفي قلب عم بيدق، معناها في شيء طري جواتنا. ما ضاع شيء. الشاعر قال: سني بروحي لا بيعدي سنيني. فلأسهرن غدا من التسعين، عمري إلى الستين يرقد مسرعا والروح ثابتة على الأشرين. ما بعرف شو بدي أقول. أنا خجلاني، خجلاني من أولادي وأحفادي. نحن دفعنا ثمن غلطة ما ارتكبناها، لازم أولادك يأدوا هالشي. بس ما في بس يا عفاف، هذا حقك، حقك وحقي. نحن لازم نحصله. انت خليكي معي لا تخافي. مرحبا تيتي. حبيب تيتي انت، هاي البوسه. شو هالحلو؟ انت الاحلى. مرحبا. لا بقلك الزهر. سامي حبيبي، ممكن تتركنا لحالنا انا وماما نحكي كلمتين؟ يعني بدكم تحكوا على انفراد؟ اي نعم. يعني اطلع؟ سامي روح كمل وظايفك. خير ماما، شو بدك تقلي لي؟ انا يا ماما جاي اخذ رايك. بدك تاخذي رايي بتوفيق بيك مو هيك؟ اسمعيني ماما، الموضوع بخصك الك لوحدك. بعدين انت يمكن بتعرفي لتوفيق قبل ما اولد انا، فانت بتعرفي مصلحتك اكثر مني. فدوى انت ليش هيك عم تحكي معي؟ لاني فهماني عليك، انت مقرره وخالصه وجاي تاخذي رايي. ومين قال لك اني مقرره وخالصه؟ لبسك، مكياجك مبيني اصغر مني. فهماني عليك، انت معترضه على لبسي لأني كبرت وصار عندي أحفاد، فلازم ألبس أسود ورماتي، لف شعري لورا، أشتغل صوف، وأقعد دادة لأولاد ولادي. مو قصدي ماما. بلا، فهمت قصدك. أنت بتشوفي إنه حياتي خلصت، انتهت، صار عندي أحفاد، حياتي ما عاد لها معنى ولا كيان. أنا لازم أتنسق، أنحط بالغزانة مع الثياب القديمة،
اني صرت عجوز، والعجوز ما عنده احاسيس ولا مشاعر ولا احلام ولا اي شيء ابدا. انت معك حق تحكي هيك، وبحق لك، يمكن لانك اكتشفتي انك عشتي كل حياتك مخدوعه، وانه بابا ما كان الانسان المثالي اللي بنرفع فيه الراس، وهذا الشيء خلاك تعيشي كذبه كبيره، ونحن كنا نتيجه هالكذبه. حتى بيجوز انك تكرهينا او تتخلي عنا. انت ما الك ذنب، بس كمان نحن ما لنا ذنب، وبابا بيضل بابا. اوكي اسمعني منيح يا توفيق، انت ظهرت في حياتي فجأة مثل العاصفة، رجعتني لورا 45 سنة. تأثرت على الأيام الحلوة اللي مريت، كانت أحلى أيام حياتي. بس يا خسارة، ما راح تتعوض. تتعوض؟ تتعوض يا عفاف؟ عفاف اللي شايفها قدامك غير عفاف اللي بتعرفها من 45 سنة، وتوفيق اللي بعرفه من 45 سنة غير توفيق اللي قاعد قدامي. عفاف، ما بدنا نكذب على بعض. فكر منيح يا عفاف. فكرت كتير منيح. غلطة كبيرة من دندش ما جمعنا النصيب، وصار جوزي وأبو ولادي وجد أحفادي. ما مهم، يمكن يكون مو مهم، استعرضت حياتي كلها مع دندش، عمل المستحيل حتى أنساك، وقدر. كان عم يحاول يسعدني، أسعدني وأسعد ولاده وأحفاده، وقدر يخليني أحبه. قدر. أنا حاقد عليه لدندش، قدر يسرقك مني وعايش، وقدر ياخدك مني وميت. توفيق، أرجوك لا تزعل مني. ماما فدوى، أبوكي كان إنسان عظيم، كان يحبكم كتير ويحب كل الناس، وأنا كنت أحبه كتير كتير كتير. لا تنسي يا فدوى. بعرف ماما، بعرف.